كابتن عادل الف مبروك، فوز غالي ومش وقت كتير سله للخصوم. يمكن انا قلت قبل المباراه يمكن فعلت شويه، بس انا قلت مهما كانت المؤامرات من بره بتحاك ضد النادي الاهلي، انت عندك حاجه في الملعب بايدك، في ايدك انت، انت كلاعب ما اظنش ان لعيبه النادي الاهلي باي حال من الاحوال واحد فيهم عايز اللي حصل السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل اللي فاتت يحصل مره تانيه. فانت في ايدك في الملعب حاجات كتير جدا 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 ترد بيها على الحاجات اللي بتتعمل ضد النادي الاهلي من بره الملعب. طيب ونتكلم الاول في ان ازاي انت كلاعب كوره توصل لحته انك انت طول الوقت لازم تكسب، طول الوقت لازم توصل لانك تاخد الثلاث نقاط بدون ما حد ياثر عليك. حلو. الحاجة التانية المهمة، أحيانا كتير قوي بخليك تيأس مني. لو أنت عايز تعمل فيا حاجة أنا بخليك تيأس. تيأس إزاي؟ إن أنا أبقى صعب قوي جوه الملعب. برافو عليك. إن أنا طول كل ماتش يعني كتير ضاع منك، يعني إحنا قلنا ضاع منك السنة اللي فاتت 14 بونت والسنة اللي قبليها 18 بونت من الفار، أوكي أنا متفق معاك في دي. بس كان لكن في تأثير كمان كان في تأثير منك في في بعض الأشياء. صح. انا مش عايزك تعمل دي. يعني اقول لك حاجه، مبروك الاهلي النهارده كسب الشوط الاولاني 2-0، انا زعلت في الشوط الثاني عشان ما زودش، عشان لازم انزل اجيب جون ثالث ورابع وخامس. ليه انا بدي اشاره قويه قوي للفرق اللي جايه بعديه بعد المحله. الحاجه الثانيه اتعود على هذا اجيب جون والثاني والثالث والرابع والخامس. ليه؟ لا ليه الحته دي مش موجوده يعني 100%؟ انا بزعل فيها، لازم يتغير الفكر شويه، لازم الفرود لما يجيب جون لا اجيب الثاني والثالث والرابع، لازم المدافع لما اجيب جون ولا اثنين ولا ثلاثه ما يدخلش فيا جون، ما العبش بتراخي، بالعكس ازيد يقظه اكتر. حارس المرمى النهارده الشناوي لازم يلعب على الامان 100% في كوره ما كانتش كانت ممكن تكلفه كتير. كل الحاجات دي ده اللي انت بتقوله بقى يا كابتن ايمن. ايوه كابتن، لازم نبقى جامدين فيه قوي علشان ما حدش يجي جنبنا. مظبوط. يأسهم. ده قصدي. يأسهم. أيوه. احيانا لما خصمك يلعب عليك بره الملعب خلي الموضوع جوه الملعب. ايوه هو ده اللي انا بقوله. انا لما ما اقدرش عليك في الملعب لازم ارجرجرك بره الملعب، ولو انت اتجرجرت معايا بره الملعب مش هعرف اتواجد جوه الملعب. فانت خليك ذكي طول الوقت جوه الملعب فقط لا غير، نلعب كوره فقط نكسب على طول، هتلاقي خلاص يأسوا. اديك مثال بس. اتفضل. الناحية الفنية كل الأندية وهي بتلعب النادي الأهلي. أي مدرب بيفكر في حاجتين، إزاي يوقف مفاتيح النادي الأهلي وإزاي يأجل الخسارة، أنت فاهمني؟ وإزاي يأجل الخسارة عشان ما يعملش بلان بي. حلو؟ ده كل التفكير. وبعدين لو جه هجمة مرتدة وجبت جول أو اتنين يبقى حاجة كويسة أوي. انت علشان تخليه المخطط اي مدرب بيعمله تكتيكيا يفشل لازم اول فرصه تجيبها جون. صح. لو جبت اول فرصه جون هتخلي الموضوع تكتيكيا متوازي، غصب عني هاجمك على حسب قوه النادي. يعني لو نادي في الجدول في المتوسط هيستنى شويه تاني شوطه ممكن يهاجم يسيبك شويه عشان ما يفتحش بدري. لو هو فرقه من اللي تحت شويه هيستنى لاخر تلت ساعه اخر 25 دقيقه، لما اديله الجون الثاني هبقى اخليه يستعجل ان هو يبادر. لو ما بادرش تعمل ايه؟ انك انت تدوس عليه اكتر عشان تجيب اجوان اكتر. كل الحاجات دي انت هتشوفها في الدوري. مش لازم كل الماتشات الدوري على فكره تبقى كويسه لاي لبطل الدوري. مش لازم كل الماتشات تبقى انت فيها سوبر 100% لبطل الدوري، احيانا ممكن ما تكونش كويس بس تكسب. واحيانا لما تبقى كويس استغل قوي، يعني النهارده انت كنت كويس قوي الشوط الاولاني.
ايوه بالظبط. الشوط الثاني كان لازم تستخدمه كتير. الحاجه الثانيه بقى اللعيبه اللي هي بتنزل مكان لعيبه. النهارده مثلا قفشه مكان سافيو. سافيو جاب جون. وقفشه كان لعيب اساسي. ايوه. المباراه دي كان احتياطي مع سافيو. فلما انزل انا كقفشه لازم اجيب جون والتاني والتالت. كل الحاجات دي جميله للمدرب. انت عارف اللي هو حته انك انت الصراع على المركز ان انا العب، كل ده لصالح الفرقه ولصالح المدرب. بيرسي تاو شريف لما انزل اجيب جون. هنا كابتن انت بتوجه رساله للعيبه. طبعا انا بتكلم كل الكلام اللي المفروض كان النهارده المكاسب اللي ناخدها. ايوه احنا النهارده خدنا مكسب كبير انك كسبت واحد، خدت الثلاث نقاط، بعدت الثاني عنك وبعدت يعني بعدت عن الفرق وعتلت القمه، كل الحاجات دي حلوه. ولكن انا بتكلم في الدروس المستفاده اللي هو طول الوقت انا مستغل اي فرصه. هو البطل كده علشان في وقت من الاوقات الكره لما تقف معاك انت فاهم. أيوة. يبقى عندك رصيد، بمعنى انك لازم تبعد بالقمه بعيد. مزبوط. لاني قدام هيبقى فيه محاولات ان تتعطل شويه. وفي الاخر مبروك عملنا شوط اول كويس، الشوط الثاني مش بطال، ولكن انا ما كنت اتمنى اهداف اكتر من كده. ولكن في الاخر لما تطلع حاجه يعني كسبان الثلاث نقاط دي حاجه كويسه. علي معلول بقى، علي معلول من اللاعبين اللي بيحب النادي الاهلي كلاعب محترف. هو النادي الاهلي اداله كتير على فكره. صح. ولما اللعيب المحترف دائما يخلي يلاحظ ان ناديه بيديله وبيديله كويس. وعلي معلول لعبه في النادي الاهلي بيوديه منتخب تونس، خلي بالك. لان علي معلول عندهم في تونس اتنين لعيبه في الباك ليفت عاليين جدا، لكن علي معلول بيلعب في نادي كبير وبيلعب علشان كده بيروح المنتخب. فعلي معلول لما رجع على طول ما خدش اجازه، ده وضع طبيعي لانه علي معلول وصل بقى في النادي الاهلي ما بقاش لعيب محترف، بقى من ابناء النادي الاهلي. دي وجهه نظري. حتى كمان بقول على علي معلول في الفتره اللي هي اللي كان فيها جيد جدا، علي معلول من الناس اللي انا بحبهم شخصيا عشان لعيب كبير. طيب كابتن شريف كمان يعني مش عاجبه علي معلول؟ لا 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 بيتكلم ماليه. لا هو قصده علي معلول نجم المباراه النهارده. امال بتقعد تدافع ديانج النهارده قبل المباراه؟ لا لا علي معلول راجل والله راجل مباراه ديانج. مش هنقول لك الاخر، هنشوف في الاخر يعني. علي معلول راجل مباراه. انا مستمتع ومستمتع وهو بيتناغم على علي معلول.